يعني مين قال لك اني انا ضد الزواج؟ بس مين هي اللي ممكن تقبل فيني بعد ما صار عمري هالعمر؟ وينها؟ تسلم لي عينها. ولك اخي اللي بدور بيلاقي، يعني انا مثلا مالي صغير بالعمر ولا هلا ما يئست، ولساتني عم دور على بنت الحلال مره تانية. بس اهم شيء انه الواحد فينا يتنازل عن شروطه ولا يعقد المساله. لك اخي متنازل، صدقني متنازل، يعني ما عاد بدي اياها شقره وطويله وجذابه ومثقفه وبتحكي اربع لغات وست بيت وسيده مجتمع راقي، لا حبيبي ما عاد بدي هالنماذج. هلا صار بدي وحده ادميه وصلى الله وبارك. حلو هالكلام، بس وين بدك تلاقيها هاي؟ ايش هو بيعرفني؟ اسمع يا ماهر ولا تستخف بكلامي. تفضل يا سيدي عم بسمعك. انا قررت جوزك وباسرع وقت ممكن. بقى قوم البس ثيابك وخلينا نروح على محل كويس ونحكي كلمتين على رواق. لوين بدنا نروح؟ هلا البس ثيابك وبعدين بنحكي. والغساله؟ شباب لك فيها وجبه غسيل. لك ايه خلاص ما رح يصير لها شيء. يلا يلا ماشي الحال. لك شبك على شو عم تدور؟ عم دور على قميصي. شفت لي قميصي الاسود والرمادي؟ شو؟ لا انت فعلا حالتك صعبه ولازم جوزك على الحارك. عود ماهر عود. هلا طلعتي من البيت كرفتي عاملات وشي حتى تقعدني بالكافتيريا؟ طبعا لحتى نحكي على رواق. وعن شو بدنا نحكي بقى؟ امسك هالمجله وافتح على الصفحه 45. حاضر يا سيدي. وهي فتحنا على الصفحة 45. ها ها، عندك في زاوية اسمها نصف الحلو وفيها إعلانات زواج مبوبة، شفتها؟ هلا معقولة أنا أتجوز بهالطريقة؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، بدك يعني أتجوز بالمراسلة؟ هي آخرتي؟ لعمة شو جنيت أنت؟ جنيت جنيت. ليش وين الغلط يعني؟ قلة ناس عم تتجوز بهالطريقة. بالعكس انا شايفه طريقه عمليه وعصريه وواقعيه كتير. ما بعرف يا جهاد، ما حبيت هالاسلوب، ما حبيته يا اخي. وبصراحه ما بيلجأ له الا اليائسين والمعنسين والمصدومين عاطفيا، هيك بحس. لا لا الله يسامحك يا ماهر، هلا انا هيك؟ ليش انت؟ اي نعم سيدي، وصار لي شهرين لاحق هالزاويه وكل الاصدقاء اللي حوالي نصحوني اني اتجوز بسرعه، لانه مو شرط تكون كل تجارب الزواج مثل بعضها. بالعكس ممكن تكون التجربة الثانية أفضل بكتير من التجربة الأولى. ومثل ما بتعرف المرأة لا تنسيها إلا المرأة، فقلت لحالي خليني جرب. على عيني يا حبيبي جرب، ما اختلفنا، بس ليش بهالطريقة؟ ليش مو بغيرها؟